قال هايل. يعني لما قال هينزل من غير رفيق حمدي؟ رفيق حمدي عند اخوه في اسكندريه، العقد هينزل باسمي انا. صباح الخير. صباح النور، روح انت دلوقتي يا رفيق مصطفى للمشوار اللي بعتك ليه، محدش فايق دلوقتي لاي حاجه. يلا روح. حاضر يا فندم. صباح الزفت والكرابيج والبلا الازرق عليكم انتوا واهاليكم، الله يحرقكم كلكم. الراجل طلع مجنون يا سيدي، طلع مجنون. روح انت دلوقتي يا رفيق محمود. فين الكاميرا والصور؟ بقول لك ايه، دي اول واخر مره هروح فيها مشاوير زي دي. هات بس بطل غلبه. خد، ما تنساش بس المقاله اللي هكتبها بخصوص الصينيه الموزيه. شوف كنت هنسى. تنسى؟ تنسى ازاي يا رفيق ميلاد؟ لا، انت عارف ان انا خطي وحش ولازم المقاله تتكتب على الاله الكاتبه. يوه، ده انت ممل. ممل يعني ايه؟ مفيش اله كاتبه ولا ايه؟ يا ابني الحاره كلها مقلوبه من الاداني الفجر. يوه، وزمان القلم السياسي قلب الدنيا عليك انت بالذات. عليا انا بالذات؟ انا مش فاهم حاجه خالص. ايوه،
ابوك والواد عويس الفران اتعكشوا الفجريه ووقعتهم سودة. لا 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 لا، عيد اللي انت قلته ده تاني عشان العلقه بس مش مخليني اسمع كويس. ايه؟ اسمع، انا لازم احمد الفيلم ده بنفسي. اوعى تفتح عليا الباب، روح الحق ابوك. الحق ابويا؟ يبقى اللي بتقوله ده صحيح. الله يخرب بيت المجله على المقاله على اليوم الاسود اللي شفتك فيه. بابا بابا الحقني بابا الحقني. ابويا يا جدع، ابويا خدوه هو والواد عويس. مين اللي خدوه؟ الحكومه يابا، الحكومه. ايه وعمل ايه؟ خدوه في الرجلين والمصحف والبركه في الواد عويس. اتصرف بقى يابا. طيب طيب، اهدى انت دلوقتي. روح روح، انا هتصرف. يلا. ومين يشيل حمل ناسه والكل يحفظ مقامه، تبقى وجعته مراسه وتقل راحته في منامه. خليفة ولا بالدهري؟ يعني ايه لسه نايم؟ صحيه فورا وقول له عدنان بيه. طب خلاص خلاص، انا هتصرف. وفي ايه بس عدنان بيه؟ استنى انت يا خليفه، عدنان بيه انا حاسس ان انت مش مبسوط. والله يا معلم هم فاهمين انه بعد ما مات صفوان باشا ان انا خلاص جنحتي اتقصقصت. بقول لك يا عدنان بيه، انا الحكايه بالنسبه لي مش مستحمله. الواد المحبوس ده يبقى جوز بنتي. جوز بنتي يعني مش حد غريب. لا مؤاخذه يعني، ما تاخذنيش اذا كانت الحكايه صعبه عليك قول لي وانا اتصرف. ما تقلقش يا معلم، لسه الجراب مليان. الو، انا عدنان بيه. قفلت السكه. الله يرحمك يا صفوان باشا، بس انا مش هسكت. انا هقلب الدنيا لغايه وقت ما يخرج. جرى ايه يا رفيقه؟ انت جاية تعلميني ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش؟ الكلام ده يودي في 600 داهية. سميح باشا الرملي ده راجل مهم جدا في البلاط الملكي. يا سلام، واحنا بقى كنا مستنيين نعرف من سيادتك المعلومات الهامة دي. يا رفيق منصور، الكلام ده لازم له مستندات مدعمة بحاجات اهم. دي حاجات تخص حياته الشخصية، وده اكيد متجوز واحدة ست لدعتها والقبر هي واهلها. واول ما هتلدع هتلدعك انت والرفاق وانا اولهم. مفيش مكان للخوف يا رفيقه. ولا انت بتقولي كلام وتعملي العكس؟ ولا يمكن انا يعني بقى؟ يا سيدي العفو، انت والرفاق على راسي من فوق. بس لازم تفكر بهدوء في حاجه مهمه زي دي عشان ما يتقفلش المكان اللي لاممنا وعايشين من خير. الله، ده احنا قاعدين على الرصيف بقوطه وخيار. ايه كلام البياعين ده يا انسه؟ امال فين الرفيق حمدي؟ الرفيق حمدي زمانه في اسكندرية، خاف زيك كده وبلغ فرار. ولو ما كتبتيش المقال ده دلوقتي عشان يلحق الطبع هتحصليه وللأبد. هي خربانة خربانة. هات المقال. يا نهار اسود، اول القصيدة انحلال اخلاقي لراجل مهم. اكتبي 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 وما تقلقيش. طب بقولك ايه، عقبال ما نكتب المقالة دي تبعت انت عم محمد تجيب لنا حاجة نفطر بيها. انت راجل خبرة واكيد عارف ان في المعتقل اللي احنا هنروحه كمان كام ساعة مش هيغدونا فيه. بيتهيألك كل كلمة من الالغام اللي انت بتكتبيها دي الواد حسان جاب لنا صورة تخصها، والرفيق ميلاد زمانه دلوقتي بيحمض النيجاتيف بنفسه. هم يضحك وهم يودي في 60 داهية. فينك يا منيل يا بتاع الفول؟ الله يكون في عونه. ابوه اللي طول عمره مدهول على عينه عكشوه امبارح مع واد فران، زمانهم دلوقتي معلقينه من ودانه. انا العم ما خبرش انت منك ليه بالظبط يا محمد؟ ادخل يا صاحبي هات حول. فهمني الصح يا ابو القطع، من جدتك ازاي؟ سيادتك يا حزين. حد برضه هيتسعد شيوعه كبير مع النائب بتاعه بالشكل البشع ده. شيوعه مين ونائب مين يقطع ده على ده؟ بص يا صاحبي ليه؟ انا هنجرب كل حاجه. هتقرب ايه يا ويس؟ تماسك تماسك يا صعيدي. حد يشوف لنا تعالى.
انت يا بني ادم وتقول المجله دي فين؟ الله، بقول لك يا عرام، مالكش دعوه ولا بالمجله ولا اللي في المجله. انت كمان ليك عين تشخط؟ ما تتكلم يا ابني، مش اللي حصل لابوك ولويس الغلبان ده بسببك وسبب كتبك الهباب؟ حتى انت كمان؟ ايه ده؟ انت غلطان وكمان وقح. بقول لك ايه؟ اتلم احسن لك. ايه يا جماعه؟ ايه؟ بالذمه ده وقته برضه؟ ما انا زعلانه. زعلانه على عم حسن والغلبان عويس، جدي لغايه دلوقتي لا يعرف هو فين ولا بيحصل له ايه. جيب العواقب سليمه يا رب. ما تنزل يا سمير تشوفهم وصل ولا لسه؟ ما انا لسه راجع من هناك. هو ايه بس اللي خلاه يمد ايده على كتبي؟ خايف عليك يا روح امك. اسم الله، الراجل زي ما يكون قلبه حاسس نزل عيني وهو بيرجف، ما عرفش انك كلب وما تسويش بلغة اصلا. ماما وبعدين؟ هو انت خليت فيها وبعدين؟ ما تتكلم تقولي المجله دي فين وانا اروح اطربها على دماغه. الواد الغلبان عويس ده بقاله يومين محبوس، وانا لا رحت المدرسه ولا عارفه اتصرف. انا هتصرف. ايوه ابا، عملت ايه يا ابا؟ تعال هنا يا قلب. انا جدي. نهار ابوك ازرق. قولي العيال دي فين؟ الراجل ده مش هيبقى بهدله خلاص. انا هقول لك مكانه ما جدي، بس لو عايز تهزقني خد كفايتك مني هنا. تهزيق هناك انا مش عايز. لحسن والله يا جدي. تقول لي ايه يا قلب؟ انت هتتشرط عليا يا نتن؟ وحيد، سيب كل اللي في ايدك وتعالى. انت كنت ناقص انحلال اخلاق يا سميح باشا. امورنا سليم بيه. اعترف ولا لسه؟ هما مين يا باشا؟ المعتقل مليان بالخيرات. الراجل الافندي والولد الصعيدي اللي معاه. يا باشا واضح انهم فعلا اللي واضح خيبتك يا وحيد افندي. الاثنين دول اكيد على علاقه وطيده بمنصور وميلاد جيرانهم. الشيوعيين ابتدوا يكشروا تاني عن انيابهم. خد شوف. ايه ده؟ وصلوا ازاي لسميح الرملي؟ سميح باشا الرملي يا سي وحيد. وظن ما سيادتك عارف هو يبقى مين عند مولانا. ميلاد مات منصور ومرض. تفهم من كده ايه؟ دي ده جت اخرتهم. انا اروح اقبض عليهم حالا. هو انا كنت لسه منتظر جنابك. المهم دلوقتي في الراجل الافندي والولد السعيد اللي جوه دول. انا نزل لهم الزنزانه بنفسي. عن اذنك. عويس عويس ايه؟ خلاص علقت الرايه السوداء؟ دي وقعتكم هي اللي سودة. سودة ايه وزرقة ايه؟ هو في غفله جه اكتر من كده يا واكل ناسك؟ اشبحوه تاني. اعمل معروف يا ولد عمك. يا ابويا انا ماليش دعوه. هنا بقى يا معلم ممكن تقابل حسن افندي انور. انا متاسف يا جدي، بس حضرتك اللي اصريت تيجي معايا المجله. اخلص يا كلب. انا عرام الطحامي يوصل انهم يقضوا عليا؟ ومتلبس كمان يا معلم والمنشورات وياك. مناشير ايه؟ طب بعد اذن سعادتك انا هكلم عدنان بيه. الكارثه. حسن افندي انور يحتضر بعيدا عن اعز ما لديه نقطه من اول سطر. نداء الى كل القلوب الرحيمه، اذا عثر احد منكم على احد ابناء حسن افندي انور وخاصه حسان الزعيم المناضل ان يخبره ان اباه قد قتل، وهو ملوش ذنب في اي حاجه ومش بذنبك يا حسان. لازم تعرف ان ابوك كان بيحبك يا حسان. كل اللي عاوزه منك انك تاخد بالك من مستقبلك. مستقبلك بس يا حسان. السلام عليكم يا ستان. ياسمين هانم جوده في خدمتك. اهلا وسهلا يا ستان، شرفت المكان. اتفضلي. ميرسي. لا مؤاخذه ما تاخذنيش، يعني المكان مش قد المقام. وبعدين اعذريني، اصل انا النهارده مخي شت مني. عندي ولد غلبان هو وابوه خدوهم ورموهم عندهم في الحكومه. وبعدين انا بذات نفسي عرام الطحاني
المعلم بتاع العالم ده كله. كان زماني مرمي معاهم دلوقتي هناك. دول عدنان بيه الله يكرمه اتدخل ورحمني، بس انا مش هسكت للزفت اللي اسمه حسان ده، والله لا اربيه. وليه عدنان ما خرجهمش معاك يا ست هانم؟ اصل حكايه مكعبله هقول لك ايه، بس اصل هو الواد الزفت اللي انا بتكلم عليه ده اللي اسمه حسان، هو وشله الامامه لمهم حواليه جرجروا الواد حفيدي، وده ابوه بيخاف ينش الدبانه من على وشه، جرهم معاهم لوجع القلب. يعني عدنان كده ما بقاش له حيله، وحفيدك وجوز بنتك مش باين لهم خروج. وبعدين بقى يا ست هانم، انت جاي تبكتيني ولا ايه؟ لا انا جاي عشان اساعدك. يبقى شوف فعل يا ست هانم، مش هسمعه بس. امرني ما عليك. حاضر سعادتك حالا. لا يا سعاده الباشا، ما دام سعادتك امرت يبقى انتهى الامر كان لم يكن. حاضر يا فندم، علم مجاري التنفيذ حالا. الولد وابوه يا سعاده الباشا. طب بس اسمعني معلم. ايوه يا باشا، بس الناس اللي معاه ارتكبوا جريمه بشعه. خلاص هون. السودة دي، بس ازاي عدنان والراجل البلدي اللي معاه ده قدر يوصلوا الشخصية بالأهمية دي؟ يا وحيد خلاص يا معلم. وإيه اللي خلاص؟ يعني بعد التليفون ده العالم دي هيخرجوا؟ ومعاهم أصحابهم. بس على فكرة أنا عايزك تفهمني الناس دول إن هم هيهدوا عشان الموضوع يتساوى. هم بس اللي يهدوا؟ ده هم وأهاليهم واللي جابوهم واللي هيجيبوهم. ده انت نواره والله، انا ما عارف ارد جميلك عليا ده ازاي. بس انا عارفه. وانا تحت امرك، بس لحد كام؟ اسحبها من فضلك. الله الله الله، انت هتزعلي ست هانم ولا ايه؟ ده انا بضحك معاكي، انما ده انا اسحبها واسحب اهلي كلهم اللي سالتهم. تحت امر سعادتك. أنا كفاية عليا إن أنا رجعت لك ابتسامتك. أنت شكلك حلو قوي عن ثواني فاتت. لا مؤاخذة يعني، لما أنا شكلي حلو قوي أمال سعادتك إيه قوي؟ على كل حال يا ست هانم، أنا تحت أمر سعادتك اللي أنت عايزاه. أنا عايزاك تقف معايا ضد عدنان بيه. ضد مين؟ ضد المؤاخذة؟ اللي أنت سمعته. واعتقد دلوقتي ان انت شايف ان عدنان ما عادش ليه لزوم لا ليك ولا حتى لنفسه. ايوه يا ست هانم، بس الراجل عدنان بيه ده انا اعرف له ادي لي سنين، عشره عمر يعني. وبعدين ده انا عرام الطحاني، انا المعلم اللي يعرف يصون العشره ويرد الجميل. وعشان كده انت هتقف جنبي، تقف جنب ارمله صفوان باشا اللي عدنان خدمك من خلال نفوذه. يا ست هانم، انت دلوقتي بتجميل كبير قوي في رقبتي وانا معاكي، بس لحد فين بالظبط؟ لحد ما اخد حقي. اهي دي الكلمه الصح، حقي. لو ليكي حق برقبتي هجيبهولك منه ومن اللي خلفه. ايه ولا ابوك في ايه ماله؟ انا عارف ايده ماتت على رقبتي من ساعه ما فاق، اول ما شافني حضني كده واغمى عليه تاني. اعملي حاجه يا ماما. اعمل ايه يا ابني؟ اعمل لك ايه؟ خلصيني. خلصك؟ استنى عليا بس لما جدك يرجع من صلاه الفجر، اما خليته يرنك علقه ما بقاش. عويس عويس عويس. ايه ده؟ ايه يا بت؟ شفتي عفريت ولا ايه؟ افتكرتك عطيه ولا حد من اللي عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سبحان الله، وهم المتعلمين كمان بيخافوا من عطيه واللي ما عطيه، والمذكورين في القران يا جدي. سبحان الله ولا اله الا الله، ما قلناش حاجه. بس عطيه ايه؟ وحد عارف ايه حكايه عطيه واللي ما عطيه؟ ولا حد دريان هو خفي فين من اصله؟ والنبي يا جدي تسيبنا بقى من سيرته، لحسن انت السلم عندي عتمه. من حق، انت خليتيني اخد بالي. انت ايه اللي جايبه كبت في انصاص الليالي كده عشان تخبطي على راجل عازب؟ راجل؟ راجل مين؟ ده الواد عويس. الواد عويس؟
بتقولي كده على أرجل راجل في الحتة كلها؟ لا ما يصحش منك كده. أعمل إيه بس يا جدي؟ ما أنا غايبة بقالي يومين من المدرسة وعايزة أطمن هيرجع الفرن إمتى؟ فرن؟ يا ليلة أمك سودة، ده واكل علقة وضرب ترقده سنتين، ولا عشان ما هو غلبان يعني؟ لا لا يا معلم، أنا هقدر هقدر. عويس اللي عنده القلب ما يشربش سجاير، سامعني؟ ودي سابع سيجارة تشربها النهاردة. أنا ما نمتش من امبارح. ده طبيعي، بس أنا والله حذرتهم كتير قوي قوي. أنا ندمان إني هربت وسبتهم. اللي عمل حاجة يتحمل نتائجها، بس الخوف بقى لا يقفلوا المجال. أصلك أنتِ ما تعرفيش حاجة. طب عرفني يا رفيق ونفكر سوا، ولا أنت مش واثق في تفكيري؟ حكاية حكاية أصلها. أهلا بالرفيق العراب. إيه ده؟ أنتوا هربتوا ولا أفرجوا عنكم؟ سيبينا دلوقتي يا رفيقة. حاضر. اقعد يا حمدي. مالك اتخشبت كده ليه يا رفيق؟ والله برافو عليك، بس لازم تكمل الأخير ده كمان. لا ولا أقدر، ده والله الفول تعب لي معدتي جدا. الفول تعب لك ايه؟ آه ليه وانت مش واخد على اكل الفول ولا ايه؟ هو مين ده؟ ده انا كنت برضع فول، ده صديقي منذ الطوب فوله. آه وهو جدك الفتاوة مش مراعيكوا ولا ايه؟ ده واضح ان الرفيق ميلاد بعبع جامد قوي. وهي دي حاجة عيب ان جدك يكون عنده اليغمة دي كلها؟ انا منكرش ان جدي بيساعدنا على الاقل في مصاريف تعليم انا واخويا، انما بتسالي ليه؟ مش رفيق عزيز ولازم اطمن على مستقبلي معاه. اشرب. حس كده بقى اقولك. شوف يا ستي، انا جدي عنده 3 وكالات، واحده في مصر عتيقه والتانيه في السبتيه، وكاله كبيره قوي للخضار والفاكهه في رود الفرج، ده غير بقى بتاعت شارع الازهر، ودي اكبرهم وبيديرها جدي بنفسه. وياما اتحايل عليا قال لي حسنا اكتبها باسمك، قلت له لا يا جدي وما كتبهاش. هو جدك ممكن يورث أولاده البنات في الهلومة دي كلها؟ أمال جدي ده راجل بتاع ربنا، وبعد عمر طويل إن شاء الله هنبقى كلنا مترستقين وزي الفل. هو خلك عنده ولد وحيد صح؟ مخرب بيت ميلاد وسنينه السودة. طب خد دول بقى. إيه دول؟ 4 سغ؟ دين قديم، الفول وأكلته والشاي وشربت وهدية من عندي، وكل واحد أولى بحقه. أخرب بيتك يا ميلاد، أنت لازم تقول لها على كل حاجة منذ الميلاد. فين ده؟ احنا 20 سنين طويلة من أيام المرحوم أخوك، وطول عمرنا بينا مصالح. لا أنت عارفني، أنا عرام الطحاني، سيب من يرد المعروف ويحفظ غيبة الناس ويعرف يقدرهم. وبعدين أنا مش ممكن أنسالك أبدا وقفتك معايا يوم المصيبة بتاع الواد ابن بنتي ده. أيوة ده أنت وقفت معايا لغاية ما خرجتيني أنا نفسي من الحبس. لا أنا في الحق معرفش لا أبويا ولا خالي، وبعدين لا عملة خسيس ولا صحبة واحد واطي ممكن تخلينا حيد عن الحق. أيوة وبعدين الوقفة اللي انت وقفتها معايا ومع ابن بنتي كملتها الست مرات أخوك صفوان باشا الله يرحمه، بمعارفها عملت فيا جميل كبير قوي. ودلوقتي انتوا طالبين مني ان نحكم بينك وبينها قاضي يعني؟ طيب انا هنا معرفش اجامل حد، هقول كلمه الحق، تقبلوها فوق دماغي ما تقبلوهاش على كيفكم. يا سعاده البيه كل بتقوله صح، بس الكلام ده يتقال قدامها. ايوه والست موجوده. وبعدين انا هحكم،
قبلته بحكمي انت فوق دماغي، لو ما قبلتوش برضه هتفضل فوق دماغي. كل يوم يا جدي كل يوم ياخدني معاه الارشيف وافضل قاعد هناك اقرا له كل الجرايد، ويفضل بقى اخد تريقه من صحابه لحد اما دمي يتحرق. يا سلام، تقوم تزعط فيه وتزعق له قدام الناس كده؟ والله يا جدي ولا زعقت له ولا حاجه، ده هو اللي انفعل عليا لما قلت له مش هروح، راح ماسك العود بتاع الواد سمير وراح رزعه في الارض. ان شاء الله يرزعه فوق دماغك، ده ابوك. حاضر يا جدي. تروح له دلوقتي وتبوس على راسه، وانا مش هسكت غير لما يجيلي ويقول لي انه رضي عنك، والا هجيلك انا. خلاص يا جدي امرك. وعلى بقى تكون رحت؟ لا والله يا جدي، والله ما رحت خالص. انا النهارده كنت جدي. انت مش كنت عايزني اتجوز؟ كنت عايزك؟ ما انا لسه عايزك. يعني انت لسه عند وعدك ليا؟ طبعا يا هل، امال ايه؟ انا في دي اليوم انت وافقت يعني على بيت نبيل؟ طب والله العظيم احسن. والله ما انت مكمل يا جدي، نبيلة ان شاء الله ربنا هيرزقها باللي احسن مني 100,000 مرة. جرال، انت فاهم ان احنا بنتلذذ فيك ولا ايه؟ ده تكنيله فيك وفي منظرك، دي هتلاقي واحد ضفره برقبتك. خلاص يا جدي، وده شيء يفرحني جدا، ده انا في ديك الساعه لما تلاقي واحد ضفره بمنظري. المهم يا جدي انا بتكلم عن واحده تانية، واحده بيني وبينك كنت معاها النهارده. الله، بسم الله ما شاء الله، الحمد لله يا رب. عشت وشفت واحده كنت معاها النهارده. كنت معاها فين بقى يا ابن حسن النور؟ على الكورنيش وركبت مركبه، ولا كنت معاها في السيما؟ انا هتجوز واحده بتروح كورنيش ولا بتخش السيما؟ ده انا حفيدك، حفيد عرام الطحاني. ايوه لا، خدني في دوكه، كلني في عشرة بلدي. بس بحبها قوي عرام طحاني. عرام طحاني، ودي منين يا قلب؟ هي من المنصوره. الله 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 الله، عرفت تنقي يا ابن نجية وحسن انور. كفك بقى جدي. كفك اخويا. انما قول لي يا البت دي بنت مين من اعيان المنصورة يعني؟ بنت الحقيقة ما اعرفش يا جدي، بنت ناس طيبين. يعني ايه ما تعرفش يا خرفانش؟ ما اقصدش يا جدي، وبلاش الشخطه دي علشان اعرف اكمل. ها اقول لك ايه يا ولد؟ انت قلت هتجوز، قلنا اهلا وسهلا، بس الجواز ده لازم يكون له نسب يشرف، لازم اعرف دي بنت مين. من الناحيه دي اطمن يا جدي، دي بنت ناس طيبين جدا. بس بس انت عتبس بس بنت قطط ولا ايه؟ بنت مين يا ابني؟ بنت ناس غلابه شويه يا جدي. غلابه على قد حالهم يعني؟ يا ابن الفقر مش عيب، المهم يكونوا ناس طيبين فعلا. ابوسك يا جدي. ما تبوسش. اطلع بقى اخد راي الفتوه الصغير عشان يجي معايا نروح بكره نخطبها. جاتك نيله فيك وفي الفتوه الصغير. جرايه ولا هو انت عدمت فتوتك الكبير؟ فتوتي الكبير ربنا يديله الصحه وطولة العمر. انا هاخد الفتوه الصغير عشان نروح نتفق ونتكلم، الفتوه الكبير بقى يجي على رواقه يخلص كل حاجه. بالاذن يا جدي بالاذن. صحيح الحكاية، يا الحكومة بقت تجيب أفوكاتية نصابين اليومين دول ولا إيه؟ الواد ده نصاب كده برضو يا معلم؟ يعني ما انتش مصدقني يا ست؟ ملهاش دعوة بالصوت وكده، المسألة إن أنا قلت للراجل لما جه يتكلم مفيش ولا كلمة غير في وجودك، والكلام ده يمشي عليكي، مفيش ولا كلمة غير في وجود الراجل ده مبدئي. على فكرة معاهم حق يضربوا بيك المثل في العدل، وانا موافقه. وامتى بقى الميعاد؟ هو الراجل قال نستناه لما يرجع من السفر، يعني الحكايه كلها جمعه ولا حاجه. وانا جاهزه من دلوقتي. وعملت ايه بقى في موضوع سميح باشا؟ والله يا ست دي حكايه، العيال دول انا غلبت ادور عليهم فص ملح ودابه. لا يا معلم، دول ناس مالهمش امان، واللي معاهم ده ممكن يأذي ناس كتير جدا، وانت وعدت. وانا عندي وعد يا ست، مفيش راجل ممكن يوعد ست زيك ويخلف وعده. ليكي عليا بالذوق بالعافيه، هجيبهم وارميهم تحت رجليكي. رومل يقرر الا يبدا هجوم اخر الا بعد الحصول على دبابات الطيار ومدافع الهاون متعدد الرؤوس التي وعد بها هتلر.
الضغط يتواصل على تشرشل ليفتح جبهة ثانية بعد إقناع ستالين وروزفلت. الجيش الثامن يتقدم بقيادة مونتجومري وسط نصف مليون لغم ألمان. تفاصيل الأخبار. أنا آسف يا بابا. بعد هالك أنا جاي. ما جيت إيه؟ جراجت أنت؟ هي بنتي مالها؟ ما هو ابنك اللي بس راسك. ما هو ابني لازم يسمع كلامي يا معلم. ما هو كله على يدك. يا بابا ما هو يخلص هلا. ما هو إيه؟ أنت عايز تكلم حسن أفندي على طول كده؟ عيب. اسمع حسن أفندي. أنا أصلي جاي لك وفي نفسي غرض بصراحة. الواد ده سعالي عشان أتشفع له عندك علشان توافق له على موضوع كده. وانا نفسي انك توافق له ولا ممكن ما توافقش. ده انا ممكن اخرب بيت اهلك واخلي نهارك اسود من الخروب. انت عايز تفهمني يا معلم ان هو اللي جالك يعني؟ ولا انت اللي حفيت لحد ما جبته وجالي؟ ده ابني وانا عارفه كويس قوي، جاحد وقلبه جاحد زي امه. يوب طب رد انت بقى يابا بقى. مش امه يعني انت يعني بتخرب بتقول ايه؟ مش امه يعني انت يعني مين؟ يعني يا معلم عايز الواد يروح مني؟ وبعدين هيروح في جرة الحاجات اللي انا روحتها دي؟ ده معلم ده انا اكلت ضرب انا ولاد عويس ما اكلتوش في حياتي من تحت ايدك يا معلم. وبعدين دول هم نور عناية يا معلم، هم اهلي في الدنيا دي كلها. اما انك راجل خسيس صحيح، دول اهلك؟ امال انا وبنتي نبقالك ايه بقى؟ لا ما تاخذنيش بقى يا معلم، ولادي دول هم عناية اللي بشوف بيها وهم الهوى اللي بتنفسه يا معلم، وخصوصا المعدول اللي ورايا ده كان طوع وطيب. دور الباقي بقى على ابوه مطرب النقر ده. خلاص يا عم حسن، وافق انت بس على اللي انا جاي لك عشانه وهريحك منه خالص. يا بابا انا انت ايه يا ولا؟ انت متفق انت وجدك عليا ولا ايه؟ اسمعني بس، الواد جاي لك وعايز رضاك عنه وموافقتك، وساعتها وبعد سنه واحده هيخلوك جد يا خرفانش يا بقف انت، وهو لما انت توافق له هيعرف قد ايه انت بتحبه. ودي بقى لقاها فينا داهي. دايت ايه؟ بقول لك ايه؟ بتدي بنت اصول بصحيح. بس تبقى نبيله بنت اختي يابا صح؟ يا ريت. ما هو البقف ابن الخرفانش ده اتحايلت عليه ومرضيش. تخسرها في جتة امه. الله؟ يا جدع بقول لك بتدي نقاوت ايديه وعلى ضمانتي انا. وبعدين عايزين نلحق قبل ما حد يسبق. شكلك مالينك قوي يا معلم. عيب عيب يا راجل، بقول لك دي على ضمانتي، عيله والبنت نفسها ومتربيه على ايدي. هي اسمها ايه البنت قلت لي ومين قالها؟ اتفضل يا رضا فندي شربات حسان. ادعي له ربنا ينجينا من شرك ومن لسانك بالرفاي والبنيش. كوبايه شربات مخصوصه يا جمعه وسلم لي على خالك شيح. بارك الله لك ورزقه بالخلف الصالح. ايوه ادعي له انت راجل بركه، وخالك شيح ده هو اللي حببني فيه وقلقني منه. حر على قلبك يا حنفي. ربنا يتمم له الخير. يا سلام يا اولاد، يا سلام يا اولاد لما الواحد كده يشوف ابنه فرحان. فما بالكم بقى لو هتشوفوه هو عريس. عريس وحسان ده مش اي عريس، ده احسن عريس في الدنيا، احسن عريس في الكون كله. حسان ولد متدين وانا لمست ذلك بنفسي عندما كان ياتي لك. انت بقى ما دام اتكلمت باللغه العربيه الفصحى اقلى انا واحس ان نيتك مش خالصه. لا وايه مثقف كمان؟ مالكش دعوه انت. ولا ثقافته السياسيه؟ سياسة مين؟ ثقافة مين السياسية؟ أنت مالك أنت ومال حسان؟ سياسية إيه اللي له دعوة بيها حسان؟ حسان مثله الأعلى هو فاروق الأول وعاشيته. طب ما تتوسط له بقى من دلوقتي وتكلم سيد بيه يعينه السنة القادمة. وأنا كنت مستنيك يعني عشان أكلمه؟ حصل. وسيد بيه رحب وقال مرحب بحسان، حسان ده زي ابني. هل قال لك زي ابني ولا زي اخويا الصغير؟ يا راجل يا راجل، ده انت لسه بتشرب شرباته، هتفرق يعني؟ هتفرق يا متخلف يا جاهل؟ المهم ان طريق المصلحه مفروش بالورود تهيئه لقدوم حسان اليها، فهنيئا للشؤون القانونيه بقدوم حسان اليها
رئيسها القادم. يعني نطمن على الجزاءات يا حسن افندي؟ انت تحديدا انا هوصي عليك. جزء حضور جزء انصراف، جزء حضور جزء انصراف. منك انت ومن عينيك. طيب ما تخليه يكلم لك سيد بيه علشان يوصل لك تليفون بقرص زي تليفون عبد العظيم افندي. قرص؟ تليفون بقرص؟ اسمع من بقك ربنا يا رب. يا ميل بختك في جوزك يا نرجس. يا بنت بتندمي ليه كده بالليل؟ الوضع الرمز عليك تاني ولا ايه؟ يا ريت على كده بس يا جد. ده ليل نهار قاعد حاطط وشه في الورق وعمال يكتب اللي انا مش فاهماه ده. ولا انا مش عارف ايه حكايه الشعر اللي طلعت عليه وعمال يكتب فيه ده. طب والعمل يا جدي؟ بص يا بنتي، دلوقتي انت ست عندك بيتك، والبيت ده له باب وله قفل ومفتاح يقفل عليكي وعلى كل مشاكلك، محدش يسمع عنك حاجه، واذا ضاقت بيك الدنيا قوي قدام جوزك واقف قصاد قوليله. يا لهوي، هو انت ما تعرفوش يا جدي؟ ده اخر مره حدفني من الكرسي لولا ان انا جريت من قدام. ده الدهول خالص يا جدي، وانا حتى العياط ما برضاش اعيطه، ده انا حتى خفت اجي اقول لك. اخص عليك يا نرجس، دي كلمه تقوليها؟ خفتي تقولي لي انا؟ هو انت يا بنتي تفرقي عن بناتي وبنات بناتي؟ طب ايه رايك بقى ان بالعكس انت اقرب لي منهم؟ ده كفايه ان انت متجوزه الغالي. وبعدين يا بنت، ده كلها كام شهر وربنا هيرزقك بطحان الصغير راح ينور علينا الدنيا، وساعتها هتبقي ياما هنا ياما هناك، من قدك بقى هتحايل عليكي عشان تسيبيني ابوس الوقت. يا خرابي يا جدي، ده ربنا اللي يعلم معزتك عندي قد ايه. ده انت كمان يمكن اكتر من ابويا. كفايه حنيتك وطيبه قلبك. الله 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 على الكلام الحنين الحلو. طب يا بنت، توفري الكلمتين دول وليهم لجوزك. يا جدي، ده انا حتى بجي لك طاقه من جنابي بخرج كاني واحده تانية خالص. انما انا خايفه، خايفه لا طب ساكته في اليوم اللي هتسيبنا فيه وتمشي. ايه يا بنت العبيطه، انت هتفقولي عليا اسيبكوا ايه؟ لا يا جدي والله ما اقصد، انا قصدي اقول لك معزتك عندي يعني. الهي يا رب يطول لي في عمرك وتبقى معانا كده 150 سنه. طب يا بنت، ما انت بتعرفي تقولي كلام حلو وساعات، وبعدين بتبقي ناصحه يعني كده ولونه. امال ايه الجلابيه النيله المزيته اللي انت لابساها دي وريحتك فيها والعياذ بالله؟ يعني ما تلبسي حاجه عدله كده، يمكن الواد يحس على دم اهله ويبص لك شويه. ايوه يا جدي بقى، كسفتني. نرجس، انت هنا يا بابتين؟ الحق يا جدي. ما تخافيش فيها ولا دخلت داوس كده ليه؟ ده انت متعلم ومتطور. انا هربيها يا جدي، هربيها. الحق يا جدي هيضربني. محدش هيحميك مني، فاهمه ولا لا؟ ده انا ايه علي؟ احترم نفسك واحترم وجودي. بعد اذنك يا جدي لازم اربيها. يا ناوي هتشقني كمان يا كلب. اللي انت عديله ولا ايه؟ تقولي على ابويا انه غلطان؟ المعلم عرام الطحان على سنه ورمح، اللي وعيت لقيت الدنيا كلها بتضرب المثل بعقله. من امتى احنا بنضرب نسوانا؟ يوم يضرب الواد بالعصايه على دماغه يكش كان طحن وطحن اهله. هو مش غلطان الا في حاجه واحده وبس، فضل يدلع فيه ويهنن فيه لحد ما دلعه وتلف امله. افندي بقاله اسبوع ضارب بوس بيعدي وما يسلمش عليه. يابا ما انا نزلت صالحته وبصت على ايده وتلبد تحت رجليه ليل نهار لحد ما يرضى عنك. روح هات اجري اتعشى معاه. يا ولا طحان، مالك يا ابني؟ يابا عدنان بيه ده مزودها قوي. أول مرة في حكاية حسن جوز أختي لما باع لنا جنينة البرتقان المعطب لـ40 فدان دي، لصت بيها وضحكوا عليا معلمين رود الفرج وخسارتنا فيها كانت 800 جنيه. وتاني مرة في حكاية حسان لما خدنا منه الجوافة البايظة دي وخسارتنا فيها عدت الـ1000. دلوقتي يابا احنا مش محتاجين له في حاجة يعني، عشان يدبسنا في الرز بتاع صفوان أخد التدبيسة السودا دي. اخص عليك بني آدم اخص. أنا كنت بدأت تصدق إنك بتفهم يعني. يابا ده أنا بيحلفوا بشطارتي، ده انا بيضربوا بيا المثل في السوق. يمكن يضربوا بيك المثل في سوق الخضار او في تدوير الثلاث وكالات، انما انت في سوق الدنيا والبني ادمين طحش حمار ما تسواش نكله. يا ولا تتكلم كده على عدنان بيه، ناسي الراجل ده عمل معانا ايه؟ مش فاكر اللقصه اللي كنا فيها لما مسكوا جوز اختك وابنه؟ دي اختك كانت هتروح من حزنها عليه، وبعدين ده خدني قعدني وسطيهم
ماسك الشيشه في ايدي كده وبأمر واتأمر ولا ابو عرام في زمانه. وبعديها لما مسك التليفون التاني وسبخ في سليم الجزار ده، طبعا ما هو معتمد على ان اخوه صفوان بيه بتاع اسكندريه عايش وموجود في منصبه. طب هو صفوان مات؟ فكر يا بني ادم، دي ناس بتخدمنا، اللي عملوا معانا ده يسوى جنينة 1000 فدان مش 40 فدان. بعدين فكر كده، لو حد من عيالك ولا انت نفسك ولا ابوك جرى له حاجه زي كده مين هينجدنا؟ شويه تفكير، حبه سياسه، حمار. طب وحياتك لو حد من العيال جرينا على كده لو اكون قاطم رقبته بايده. السياسه من امتى احنا واحنا لنا في الهباب ده؟ على الصراط وده أمر عسير، لكن نسير ويبقى يسير، وكل حلم وله تفسير وهيبين.